حياكم الله متابعينا الاحباء، انا احمد خليل وهذه حلقه جديده من برنامج المهمه. حرفون النوع عندنا 28 شركه في وزاره الصناعه. هذه الشركات تنتج تقريبا اكثر من 1000 نوع من المنتجات الوطنيه، منها الاسمده، منها الصناعات الالكترونيه، الكهربائيه، الغذائيه، الادويه وغيرها. اليوم البداية متابعينا الأحبة مصانع ألبان أبو غريب، واللي تنتج 14 نوع من الألبان والأجبان وغيرها. اليوم راح تكون انطلاق هذه الحلقة من برنامج المهمة من مصانع أبو غريب. راح نتعرف مصانع ألبان أبو غريب، راح نتعرف على تفاصيل، ومن بعد مصانع ألبان أبو غريب راح ننتقل إلى محطة ثانية وثالثة ونزور أكثر من موقع وأكثر من شركة بهذه الحلقة الداعمة للمنتوج الوطني. حياك الله استاذ محمد. اهلا وسهلا بك اخي وقناتكم الموقره قناه الفضاءات الفضائيه. احنا جديدنا شنو هسه؟ احنا 14 نوع ننتج من الالبان والاجبان والزبد والدهن الحر، جديدنا شنو؟ الجديد هو الاجبان المثلثه اللي راح نطرح حاليا منتوجنا بالاسواق المحليه، بالاضافه الى منتوج العلب المعدنيه اللي هو محاضرتك حاليا. هذا الجبن المطبوخ. جبن مطبوخ قوالب. منتج من منتوجاتنا اللي هو راح ينزل بقوه بالاسواق المحليه ان شاء الله. هذا راح ينزل بقوه ان شاء الله. والمثلثات؟ المثلثات بعد احنا تحدثنا بهذا الموضوع، المثلثات هذا راح نكمل الانتاج مالته وراح ينزل ايضا بقوه بالاسواق المحليه وبسعر مدعوم. تمام. احنا يهمنا هنا السعر بالنسبه للاسعار مدعومه بانسب من الاسعار المواد المستورده. ها. يعني من ال 14 نوع استاذ محمد، يعني الاجبان الالبان بالنسبه للسعر واحد، بالنسبه للسعر لو قارناه مع المستورد احنا انسب له المستورد؟ انسب للنصف. للنصف؟ للنصف بكل منتوجاتنا؟ بكل منتوجاتنا احنا للنصف انسب. انسب للنصف. زين الجوده؟ الجوده احنا استخدمنا الحليب الخام كعنصر اساسي بانتاج المواد اللي تنتج بمصانع البان ابو غريب. الحليب الخام نستلمه من المزارع المحليه اللي موجوده حول المصانع. تمام. بعد ما يدخل عندنا منتوج الحليب الخام يخضع للفحوصات المختبريه اللي هي تابعه للجهاز السيطره النوعيه اللي موجود عندنا. تمام. بعد ما يتم اخذ عينات من الحليب وضمان مدى جودته وقابليته للانتاج راح يدخل عندنا بالبروسس اللي موجود داخل المصانع. راح ينفرز الحليب، المنتجات الدهنيه اللي هي الزبد، الدهن الحار، القشطه، راح ننتج من عند المنتجات الدهنيه بالاضافه الى الحليب الباقي راح يتحول الى الباننا. تمام. والى الاجبان الطريه والمنضجه المصنعه داخل المصانع. يعني احنا هسه بالنسبه للسعر احنا افضل للمواطن المنتوجنا المحلي من المستورد. اثنين صحي اكثر. ثلاثه خالي من المواد الحافظه. المواد الحافظه. رابعا منتج من مواد طبيعيه. رابعا منتج من مواد طبيعيه. بالضبط. فهذا الكفه تميل للمنتج المحلي. المنتج المحلي. لكل هذه الاسباب اللي ذكرتها حضرتك، الاربع اسباب، انه المنتج المحلي عن المستورد. احنا المنتج المستورد طبعا اكو فد ملاحظات يعني تهم المواطن العراقي. المنتج المستورد من تشوفه انت داخل الاسواق يعني مرمي على جنب او داخل رفوف، بينما منتوجاتنا تحفظ في ثلاجات على درجه حراره 400. هاي الشيء يعطيك مؤشر انه هاي المنتوجات هي خاليه من المواد الحافظه. عكس المنتوجات المستورده ما تعرف ايش وقت هذا، اللي هي تاريخ صناعتها ما تعرف ايش وقت، ايش وقت دخلت العراق. الناشد القائمين على الصناعه، القائمين بالحكومه،
بإيجاد تعريفات جمركية بالنسبة للمنتوجات المستوردة، ضبط الحدود، ضبط المنافذ الحدودية، ندعم منتوجنا بشكل مباشر. احنا نحصر العملة داخل البلد. صحيح. بس أنا من أشتغل هنا منتوجاتي كلها من داخل البلد. زي. من ناحية الكرتون، من ناحية العلب اللي أستخدمها، من ناحية المواد الأولية اللي أدا أستخدمها بالإنتاج. هي كلها محصورة داخل البلد، وما نخلي مجال أنه تطلع عمدتنا خارج العراق. أستاذ محمد، التسويق جدا مهم، موضوع التسويق لكل المنتوجات اليوم وين نشوفها؟ في بغداد فقط، بالمحافظات؟ التسويق احنا حاليا تعاقدنا ويا شركة تسويق محلية، شركة تسويق عراقية ذات سمعة طيبة بالسوق العراقية. بلشنا ببغداد بالبداية على محافظة بغداد كرخو الرصافة، وسعنا الانتاج الى محافظة الانبار، وصلنا للموصل، وصلنا ديالة، كركوك، بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية، محافظة نجف الأشراف، محافظة كربلاء المنورة، بالإضافة إلى منافذنا اللي راح تفتح حاليا في محافظة البصرة. حلو. نطمح بالتسويق. يعني عندكم فرات وسط ووسط والشمال عندكم، وتريد توصل للبصرة بعد، وريد نوصل كردستان بعد، أخذ موافقات، تعرف موافقات الأقليم والترتيبات اللي بينات. سؤال، ميجي يوم أشوف هذا بغير دولة نصدره؟ الاستيراد، التصدير شو وقت يكون؟ أيه. التصدير يكون بعد ما كفينا البلد ان شاء الله. الخطط الانتاجية اللي راح تتوسع عندنا راح نطمح الى تصدير الانتاج بعد، بدل ما نستورده مثل ما كانت الشركة العامة للمنتجات الغذائية سابقا كانت تصدر الانتاج الدول الخليج والدول المجاورة. احنا نطمح بهذا الامور، بعد ما نوصل الانتاج يكفي خطرنا راح ننطلق للتصدير ان شاء الله. يعني اكو بالافق هيك خطه للتصدير؟ التصدير يشمل منتوجاتنا من الحليب اللي هو الحليب المعقم بالعبوات الكرتونيه، وبالاضافه الى الاجبان المطبوخه والاجبان المنضجه والعلب المعدنيه. يعني اكثر من نوع اكثر من نوع ان شاء الله بطموحكم انه ممكن يتصدر. احنا اجهزه البستره اللي نستخدمها حاليا اجهزه بستره من مناشئ عالميه، ايطاليه، المانيه، تركيه، بالاضافه الى المكان اللي موجوده داخل المصانع كلها من شركات عملاقه وعلى مستوى عالي من التصنيع. عندنا حاليا مشروع بانتاج القشطه طويله الامد اللي هي معقمه على حراره 140 درجه مئويه، بالاضافه الى منتوج المثلثات والجبان المطبوخ. خطوط انتاجيه جديده، خطوط انتاجيه جديده تعقم بحراره درجه 140 درجه مئويه كافيه لقتل كافه المسببات المرضيه والاحياء البكتيريه. هاي تتيح لك بعدم استخدام مواد حافظه وإعطاء مدة أطول بالزمن بالنسبة لتاريخ الصلاحية للمنتج. اللي يريد يقول أستاذ محمد يقول أخذ المنتج وأنت مطمئن. مطمئن. مطمئن تماما. مطمئن تماما من هاي الأمور. أنا أشكرك جدا. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. تابعينا الأحبة، أنا الآن داخل واحدة من أكبر وأهم شركات وزارة الصناعة اللي هي باختصار الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. تعال راح نعطيكم أكثر من معلومة حصرية ومهمة جدا عن هذه الشركة اللي حققت قفزة نوعية وتقدم كبير ومهم جدا. اليوم هذه الشركة تنتج 380 نوع من الأدوية من المستحضرات الدوائية، 380 نوع. اليوم عقود هذه الشركة فقط بالنصف الأول من هذا العام مع وزارة الصحة قيمة 16 مليار دينار. بعد الشركة بالأفق القريب عندهم مشروع مهم وكبير جدا، ولأول مرة إذا تنفذ هذا المشروع راح يكون لأول مرة بالعراق، اللي هو إنتاج أدوية الأمراض السرطانية. راح ندخل داخل هذه الشركة اللي عمرها أكثر
من 50 سنة وشركة عريقة ومهمة جدا، ونتعرف على نتاجهم. متابعينا الاحبه، احنا الان داخل مصنع بن حيان ضمن الشركه اللي ينتج عشرات الانواع من المستحضرات والكريمات والتحاميل. استاشركم. نعم. بالتفاصيل، يعني كم نوع تقريبا؟ عندنا اكثر من 20 نوع. أي. بالنسبه للمراهم، يعني للمراهم. للمراهم والكريمات. أي. كذلك زي. يعني بال20 نوع كريمات والمراهم، وعندنا 4 أنواع تحاميل. يعني قرابة 50 نوع بين المستحضرات والكريمات والتحاميل. نعم. بال50 نوع. نعم. زين، قل لي هسه هذا لا على التعيين، هذا المنتج. نعم. عراق هسه شنو هذا؟ قل لي. نستاكورت كريم. يعني شنو؟ نستاكورت كريم للفطريات ولل. كم هسه هذا؟ نعم. الكريم. نعم. نظيره الأجنبي، منو الافضل، هذا لو الاجنبي؟ والله اكيد هذا افضل، لانه من حيث شنو افضل واحد؟ من حيث المواد الفعاله، من مناشئ عالميه طبعا. المواد الاوليه؟ المواد الاوليه مناشئ عالميه. هذا واحد. هذا واحد. اثنين، يخضع للرقابه، رقابه السيطره النوعيه. السيطره النوعيه. ورقابه الرقابه الدوائيه في بغداد. الرقابه الدوائيه. ايه؟ في بغداد. ايه؟ فهذني كلهم ينجمعن يعطيك مستحضر. يعني اولا المواد الاوليه هي من مناشئ عالميه. مناشئ عالميه. نعم. وتابع خاضع للسيطرة، خاضع للسيطرة النوعية اللي هي تتحكم، يعني تشتغل على وفق دستور البريطاني والامريكي، احدث الدساتير البريطانية والامريكية. تحليلها. نعم. تمام. هاي اثنين. نعم. وسعره هذا هذا الكريم. سعره زهيد. زهيد. هذا بيش ينباع بالسوق؟ هذا بالسوق ينباع ب1000 او 1500، مو اكثر. 1000 1500. نعم. الاجنبي مثل هذا الاجنبي تلقاه ب 3000 او 4000. ونفس الفعاليه تشتغل. ربع قيمه الاجنبي. ربع قيمه الاجنبي. ونفس الفعاليه. ونفس الفعاليه. نعم. هذا ينطبق على كل الكريمات والمستحضرات. كل الكريمات والمستحضرات يخضع الى رقابه شديده من قبل السيطره النوعيه. استاشركم. نعم. هسه احنا تحدثنا عن قرابه ال50 نوع. نعم. من المستحضرات. نعم. الدوائيه اللي موجوده هنا. نعم. بين الكريمات، بين المستحضرات، بين التحاميل. تحامي. نعم. هذه كل الانواع العراقيه اللي ينتجها هذا. نعم. المصنع. نعم. مصنع بن حيان. نعم. كلها افضل من الاجنبي؟ والله اكيد افضل، لانه أكيد احنا متاكدين موادها، مواد من مناشئ عالميه. اي. ومتاكدين من كطريقه تحليلها على دستور البريطاني والامريكي، واللي هي احدث واحدث الدساتير. يعني هي تتحدث يو اس بي، تتحدث هسه واصلين 36 اعتقد او 38. تمام. يعني فتحديثه مستمر. تحديث بالسعر افضل، بالفاعليه افضل، بالفاعليه افضل، بالمواد الاوليه افضل، بالمواد افضل، كرقابه، كرقابه وش بيها شهاده رقابه، رقابه الشركه ورقابه الرقابه الدوائيه في بغداد. يعني اللي ياخذ هسه من هذا الكريم او من هذه المستحضرات. نعم. ياخذ مطمئن. مطمئن. اي اثار جانبيه ما بيها. اسالك انت تشتغل. نعم. هنا. نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. من تتمرض تحتاج واحد من هذه المستحضرات تاخذ الاجنبي؟ اكيد ابدا. عباس عليك، تاخذ الاجنبي ولا العراقي؟ اكيد ما اخذ اجنبي، اخذ العراقي. اكيد. وعندنا اطباء مو بسامره، بخارج سامره، اطباء جلديه. اي. ما يستخدمون غير خطاط مال ادويه سامره، وانا يعني حاش وياهم يعني. طبعا. ورايح عليهم يعطيني خبطه راكيته ادويه سامره بيها. ليش؟ لانه يعني متاكد من عنده انه هاي خاضع للرقابه. الانتاج مستمر طبعا. الانتاج مستمر، برنامج شهريا 1.5 مليون، مرات يوصل 2 مليون انتاج كل الانواع، مو نوعيه واحده. ها. يعني يجي شهر 10 أنواع احنا نشتغل. يعني يجي شهر 2 مليون علبه؟ 2 مليون علبه يجي، يوصل 2 مليون. 2 مليون. 2 مليون 1.5 مليون حسب البرنامج الانتاجي. حسب. حسب حاجه السوق. حاجه السوق. وشغله ثانيه، عندنا عقود صحه. صحيح. الصحة ملزمين بالعقود. ملزمين بعقود صحة واشكال انواع المستحضرات من نستاكورت. يعني طاقتك الانتاجية هذا المصنع ايش قد توصل تقدر؟ شهريا نوصل 2 مليون. 2 مليون. 2 مليون نوصل. نعم. انا اشكرك. غادي. ممنون جدا. يا مرحبا. موفقين. حياك الله.
حياك الله دكتور. اهلا وسهلا وقناتكم المنقرة. حياك. انا كمتابع يعني تابعت انه دولة رئيس الوزراء اعطى اهتمام كبير جدا بصناعة الدواء في العراق. خصوصا بهذه الشركة. نعم. اجتماعات مكثفة، لقاءات، حضرتك مع دولة رئيس وزراء، مع وزير الصحة من بداية هذا العام، انا متابع. نعم. كان هذه اللقاءات في موضوع توطين الصناعة، في مواضيع أخرى، شو من ثمرتها اليوم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لمشروع توطين الصناعة الدوائية كان فرصة ذهبية. فرصة. فرصة ذهبية لاتحاد مصنعي الأدوية سواء القطاع الحكومي أو الخاص. الفترة الحالية شهدنا تطور كبير في انسيابية توقيع العقود مع وزارة الصحة. جيد. الشركة العامة لصناعة الأدوية، شركة أدوية سامرة حصرا، وقعت عقود مع وزارة الصحة ما قيمته تقريبا 16 مليار. ممتاز. نسبة تقدم كلش كبيرة عن العام الماضي اللي كانت لا تتجاوز 3 مليار في الربع الأول. الربع الأول. واليوم انه ننتظر حقيقة القرار اللي اتخذه دولة رئيس الوزراء المحترم، توجيهاته وتوصياته اللازمة لدفع عجلة توطين الصناعة الدوائية بدفع 50% مقدما من قيمة كل عقد بعد توفر كافة الاشتراطات القانونية لمنح 50% كمقدمة لتوطين الصناعة الدوائية وتنفيذ حاجة السوق وما يحتاج السوق العراقي من الأدوية. اليوم عدد المستحضرات الدوائية اللي تنتجها الشركة دكتور؟ شركة أدوية سامرة تنتج ما يقارب 380 مستحضر. 380 مستحضر دوائي مرتبطة بوكالة تسويقية. هنا طبعا ممكن تزيد أو تنقص عدد المستحضرات بناء على حاجة السوق وبناء على ما تطلبه وزارة الصحة. عندنا شقين شركة أدوية سامرة، التزامها مع الوكيل التسويقي السوق المحلي ووزارة الصحة. السوق المحلي ووزارة الصحة وكذلك القطاعات الحكومية أيضا تطلب مستحضرات دوائية وممكن أيضا أن نزودها كوزارة النفط أو غيرها من القطاعات المرتبطة بشكل عام بالقطاع الحكومي. إن الحق أنه نصدر لهم أو نورد لهم بعض الأدوية. خلينا نسولف بصراحة تامة، أمام هذه الشركة مجموعة من التحديات. التحدي مع الوكيل التسويقي، مع السوق المحلي. أكيد. لو التحدي الأكبر مع وزارة الصحة اليوم؟ لا، التحدي مع الوكالة التسويقية. وكالة التسويقية. نعم، الوكالة التسويقية، لأن وزارة الصحة بالعكس هي عامل إيجابي. عامل إيجابي وإلى قفزة إيجابية تجاه شركة أدوية سامر. اليوم احنا صار لنا تقريبا 6 أشهر بنعالج الخلل، نعاني من موضوع ترهل الشركة، موضوع عندك 4000 موظف، ما يقارب 4000 موظف، العقود أفضل أوكار الشركة، الإجور اليومية. الإجور اليومية يحتاجون إلى معالجة. طبعا. يعني إحنا ما عندنا عصا سحرية أنه 2000 وتقريبا 400 أجر يومي إضافة إلى 4000، يا مستحيل بهذه الطريقة تم توظيفهم بطريقة خاطئة من قبل إدارات السابقة، ما تراعت اي ظروف، اصبح واقع حال اليوم. اي ما راعوا ظروف واحتياج الشركه. تمام. انا عندي عدد لا يستهان به، شركه تحتاج الى خطوط انتاجيه اضافه الى طاقاتها الهائله لاستيعاب الايدي العامله. دكتور، هل سيتم اضافه خطوط انتاجيه وافتتاح خطوط انتاجيه جديده؟ نعم. ومعمل او مصنع نينوى، شو كثير رجع ريدن؟ مصنع نينوى الاسبوع الماضي كانت عندنا دعوه قضائيه. أيه. نزاع بين المستثمر اللي كانت منطيته شركة نينوى. أيه. حالوا على الاستثمار وصار عليه باعتبار بعد أحداث داعش وتدميره، فالأسبوع المضى كسبت الدعوة لصالح شركة أدوية سامراء. الحمد لله. بأنه يفض النزاع ويكون الصالح شركة الأدوية. سيعود هذا تبقى هناك إجراءات لاحقة بعد ما يكتسب القرار الدرجة القطعية. تمام. ويكون لنا حديث آخر حول يعني حول استثماره وكيفية استثماره. تمام. لدينا مشاريع كبيرة خاصة بالأدوية السرطانية. اها. نعم، لنا مشروع قدمناه. هذا الكلام ابحث عنه يعني. اي، تقدم للوزاره وتقدم للسيد الوزير والسيد الوكيل الفني والوكيل ادويه الامراض السرطانيه.
اي قدمنا مشروع لموضوع الادويه السرطانيه وانتاجها. ممكن تنتجها الشركه؟ نعم اذا بحال انه تم توفر التخصيص فماكو اي ضرر ان شاء الله بالنسبه لهذا المشروع، يعني هناك كوادر ممكن انه نستفاد منها. هذا لاول مره بالعراق؟ اليوم لا، اكو ادويه سرطانيه تنتج ولكن بكميات قليله. بكميات قليله؟ بكميات محدوده، بعض المصانع الاهليه اخذت هذه الخطوات انتقلت الى انه موضوع تصنيع بعض الادويه السرطانيه. اقصد عفوا الشركه. اي الشركه اذا حال انه ان شاء الله وافقها الحظ الايام القادمه وتوفر التخصيص انه ممكن تنشئ مصنع للادويه السرطانيه، وهذا الشيء دكتور هذا اعتقد الاهم يكون كحكومي. حكومي؟ كحكومي. اليوم دكتور عبد الرحمن مدير العام اليوم نعم. يتحدث يقول عندنا مشروع حتى نوضح المشاهد. نعم. مشروع انتاج ادويه سرطانيه. نعم. حيكون لاول مره بالعراق في حال انه توام توفير التخصيص له. في حال توفير التخصيص. في حال توفر التخصيص. وين المشروع اليوم بيا ملعب موجود؟ هذا راح يكون في نينوى، احنا مقدمين عفوا اليوم وين باي اروقه؟ هذا تقدم لوزارتنا وزارة الصناعة تنتظر توفر التخصيصات الماليه تعليمات تنفيذ الموازنه وشوف شنو اللي تم تخصيصه. اتصور هناك مبلغ تخصيصه يعني. وين راح يكون بنينوى؟ هذا احنا مقدميه للموصل. اي نعم مصنع ادويه نينوى، يعني عندنا مساحات كبيره وجاهزه الان. وفق الدراسه هذا المشروع ايش قد راح كلفه يعني تقصد؟ كلفه هذا المشروع؟ الكلفه يعني هي زائد ناقص، ممكن زائد ناقص يعني ممكن يتعدى 40 مليار عراقي حسب انت الخطوط الانتاجيه والمستحضرات اللي راح تنتجها كادويه سرطانيه. اليوم مرضى السرطان عندنا المئات. الادويه السرطانيه مختلفه وباهظه الثمن. مكلفه؟ مكلفه يعني تختلف حسب نوع الدكتور. حيكون هذا براند عراقي؟ اكيد هو اكيد راح يكون تابع لشركه ادويه سامرة، ولكن انه خاضع للدساتير العالميه. طبعا مستحيل راح يكون عندك انه انت خارج الضابط، لا بالعكس كله ضمن الضابط. ضمن ضابط تعليمات وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه. احنا هذا الكلام سابق لاوانه بس بدي نوضح لان المئات بل الالاف من مرضى السرطان اليوم موجودين اهلنا وناسنا. يعني راح يكون بكفاءه عاليه هذا طبعا ضمن ما يسمى بالجي ام بي الكرنت جي ام بي اللي هو الصناعه الدوائيه الجيده اللي نعتبرها بيئه مثاليه يجب ان توفر. يعني موضوع الصناعات الادويه وخاصه ما يتعلق بالادويه السرطانيه البيئه اللي تكون هي بها بيئه خاصه. اشكرك جدا. اهلا وسهلا دكتور.